بالنسبة للجنة المشتركة لتنظيم الملاحة في خور عبد الله ليست للسفن المتواجدة في البحر الإقليمي الكويتي، فعلى السفن المتواجدة الآن في البحر الإقليمي الكويتي التحرك بصفة الاستحشال والخروج من البحر الإقليمي الكويتي. اعتبر هذا تنبيه وراح تتحمل مسؤوليته في حال العودة لعمليات الحفر. وبلغ سفينة ذقار والسفينة ثالثة محتوى هذه الرسالة. الجوار اعتداءاتهم مستمرة على الصيادين، تجي الخفر السواحل الكويتية تهينهم وتاخذهم، وإيران كذلك نفس الحالة نفس الوضعية، والصياد صار مطرقة بين المطرقة والسندان.